افتتح أهالي منطقة الشباب في قضاء الدجيل جنوبية صلاح الدين جامع التقوى، والذي يعد من أقدم جوامع المحافظة، حيث تم تأهيله بجهود ذاتية من قبل أبناء المنطقة، داعين العوائل العائدة من النزوح إلى مناطقهم المحررة إلى الاهتمام بدور العبادة كونها صروحا دينية مهمة في صلاح الدين. تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميل فاضل الأنصاري. جامع التقوى من أقدم المساجد الموجودة في منطقة الشباب جنوب شرقي قضاء الدجيل، فعمره الطويل أدى إلى تهالكه، مما دفع أهالي المنطقة وبجهود ذاتية بإعادة إعماره وتشييده وفق المواصفات العالية، لتعود مآذنه بالتكبيرات تصدح بسماء المنطقة بكل فرض. تم إعادة بناء جامع التقوى بعام 2018، استغرقت مدة البناء سنة ونصف. إعادة البناء كان حصرا بجهود الخيرين، يعني التبرعات، ليس للوقف دور في الإعمار. المسجد كبير يتسع إلى ما يقارب من 900 مصلي، مساحته 25 في 25 مع كافة الملحقات من المخزن والصحيات. من هذا المكان أنطلق وأدعو الناس جميعا للمساهمة في إعادة إعمار جميع المساجد التي هدمت بعد أحداث داعش، لأنه أساس كل منطقة هو المسجد، هو الذي يلم الناس ويدعوهم ويجمعهم للخير. من هنا أدعو أصحاب الأموال أهل الخير إلى المساهمة الفعلية الجادة لإعادة إعمار المساجد بجهود الخيرين الطيبين في كل مكان في قرية الشباب وكافة القرى والمناطق الأخرى. تم إنشاء جامع التقوى في ناحية في قرية الشباب، ناحية الشيخ جميل، قضاء الدجيل، وهو من المساجد الكبيرة والواسعة، وهو رمز ديني واضح في القضاء وللمحافظة أيضا، حيث ساهم فيه الكثير طيبين من كل مكان، ويتسع هذا الجامع لأكثر من 1000 مصلي، يضم لكافة المناطق. وفي هذا الاحتفال الكبير الذي ضم كل مناطق وقرى ومناطق الدجيل، يعتبر نموذجا مهما وكبيرا وصرحا دينيا. المواطنون المشاركون بافتتاح هذا الصرح الديني دعوا الجهات المعنية بإعادة وبناء جميع المساجد التي تضررت جراء اجتياح العصابات الإجرامية، لكون منابرها تعد من أهم الوسائل الإرشادية التي تهدي الفرد إلى طريق الصواب، وهو طريق الإسلام الحنيف. كانت لنا اليوم دعاء من إخوتنا في منطقة الشباب، جزاهم الله خير على افتتاح هذا الصرح العظيم، ألا هو المسجد وهو النور الذي وضع في هذه المنطقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول لكل من شارك وساهم في إنشاء هذا المسجد. وخلال من هذا المنبر ندعو أوقاف صلاح الدين والوقف السني بالمباشرة بإنشاء المساجد التي هدمت جلاء يعني خلال العمليات العسكرية والأخطاء العسكرية التي حصلت حينما دخلت قوات داعش الظالمة في هذه المناطق. فهذه دعوة إلى الوقف والحكومة في محافظة صلاح الدين والسيد المحافظ بالالتفات إلى هذه المساجد وإنشائها التي دمرت على يد عصابات داعش. حقيقة اليوم انطلاقة من هذا المسجد الباب الوحدة ووحد الصف والتوحد النبض الطائفية وما رافقها من ظلمات في صحف العراق. اليوم العراق عراق جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك عراقا جديدا يبنى على الوحدة والصف والتائم الجرحي. يعود هذا الصرح بحلة جديدة وبمساحة أكبر، لتعود معه التوجيهات الدينية والإرشادية التي غالبا ما تدعو إلى التسامح ونبذ التطرف. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء الدجيل.